الأحزاب تفتعل الضجة وتستثمر بالورقة المحروقة، متى تكف عن بعبع البعث؟ الخوف من الماضي بضاعة نادرة، اللي يعرف يستثمرها يربح هواي، وواضح انه إعادة البعث الأردني للعمل السياسي حركت هاي البضاعة وأنعشت سوقها. شنو القصة؟ وليش تجددت المخاوف من بعبع البعث؟ خلونا نتابع. باختصار، حزب البعث أجيز مؤخرا من قبل مفوضية الانتخابات بالأردن باسم حزب البعث التقدمي، وتم ترخيصه للانخراط بشكل قانوني بالحياة السياسية بالمملكة. الحزب قام بتوفيق أوضاعه بموجب أحكام قانون الأحزاب الجديد بالأردن، والبارحة تم انتخاب المحامي زهير الرواجدة كأمين عام بعد عقد المؤتمر العام الداخلي للحزب. بالعراق مستحيل هيج خبر يمر دون ضجة، لأنه ملف حزب البعث حساس وياما أثير حوله الجدل، خصوصاً الأردن بقاعدة قومية وآلاف البعثيين العراقيين لجأوا إليه. لهذا صارت ضجة حول الحدث، ولجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين بالبرلمان العراقي طالبت وزارة الخارجية باستدعاء السفير الأردني وتسليم مذكرة احتجاج. وحزب الدعوة أيضاً احتج واعتبر الإجازة عمل استفزاز. بالمقابل، حزب البعث الأردني رد بالقول أنه حزب أردني ويعمل داخل حدود بلده، وبرنامجه وأهدافه وشعاراته تستهدف عناوين اللحظة السياسية بالأردن، وغير مسموح له بالعمل خارج حدود المملكة أو أن يتلقى دعم أو توجيه من الخارج. الآن بغض النظر عن ردود الأفعال، ملف البعث ملف جدلي بامتياز. من عام 2003 تحول إلى ورقة سياسية بيد الأحزاب الإسلامية اللي تحكم العراق، صار بعبع، وتحولت تهمة البعثية إلى تهمة جاهزة تطارد أي معارض للنظام السياسي. صحيح الحزب جرم بالدستور وتم حله واستثاثه، ورموزه صاروا كبار بالسن، بعضهم بالسجن وبعضهم ماتوا، والبعض هربوا من العراق، إلا أنه البعثية بقت متداولة كتهمة حتى يومنا هذا. السؤال هنا، ما هو مبرر الخوف من شبح البعث إذا الحزب نفسه مشتث، وجيل ما بعد 2003 ما يعرف شيء مهم عن أفكاره؟ هذا السؤال يحتمل أكثر من جواب أو تفسير، والتفسير الأكثر رواجاً أنه أحزاب السلطة تحاول استغلال ورقة البعث لتحشيد جمهورها وتخويفه من الوحش النائم اللي ممكن يستيقظ بأي لحظة، لذلك تشوفها تبالغ بالموضوع وتنطيه أكبر من حجمه، لتبدو بالتالي وكأنها المدافع الوحيد عن الجماهير من عودة البعث. أكو تفسير آخر يقول إنه أحزاب السلطة فقدت هواي من سمعتها بعد 2003، ونسبة كبيرة من العراقيين يشوفوها فشلت ببناء الدولة، لهذا جاي يتولد نوع من المقارنة بين العهدين، وهناك جهات غير معروفة جاي تشتغل غسيل دماغ على الجيل الجديد وتريد تصور العهد السابق على أنه عصر ذهبي، وماك شيء ممكن يستفيد منه البعثيين أكثر من هذا، لذلك الجماعة حذرين
ويتعاملون بجدية مع هذا الملف. شنو الحل إذن؟ الحقيقة ماكو حل. الخوف من الماضي سوق ممكن الاستثمار به دائما لخدمة أجندات سياسية. ويبدو أن البعث الأردني حرك هذا السوق. جماعة بصدد استغلال الحدث لمصالحهم. والقاعدة هي هي. كل شيء ممكن توظيفه بالسياسة. وكل شيء إلى سوق. حتى الخوف من الماضي هم إلى سوق. حياكم الله.